السلام عليكم. هنتكلم على الـ eigenvalue problem. الـ eigenvalue problem هي الـ problem دي اللي هي e x equal lambda x. الـ a ديت عبارة عن matrix، عبارة عن square matrix، يعني مثلا 2 في 2، 3 في 3. الـ x دوت vector بنسميه الـ eigenvector بتاع matrix a. الـ x دوت بيحقق ايه، او الـ eigenvector ده بيحقق ايه؟ ان انا لو ضربته في الـ a يرجع لي تاني نفس الـ vector x بس مضروب في scalar او في رقم. السكيلر ده بنسميه اللاندا، او بنسميه الايجن فاليو بتاع الماتريكس A الكورسبوندنج للايجن فيكتور X، او المرتبط بالايجن فيكتور X. يبقى كل X او كل ايجن فيكتور الماتريكس A مرتبط بيها ايجن فاليو. اللاندا والاكس المرتبطين ببعض بنسميهم ايجن بير. الماتريكس A لو هي 2 في 2 مثلا، يبقى نقدر نلاقي على الاكثر 2 ايجن فاليوز مختلفين عن بعض. لو هي 3 في 3 يبقى نقدر نلاقي على الاكثر 3 ايجن فاليوز مختلفين عن بعض. في طرق نقدر نلاقي بيها الاكزاكت سوليوشن لللاندا والاكس بتاع ماتريكس A، بس الطرق دي بتبقى صعبه وطويله لو الدايمنشن بتاع الاي كبير، فبنضطر نلجا لطرق تقريبيه. الباور ميثود ديت هنا هوت ايه، طريقه تقريبيه مطلوب منك تستخدمها، يا اما عشان تجيب اللاندا ماكسيمم بتاع ماتريكس A او اللاندا مينيمم بتاع الماتريكس A. طب ايه هي بقى الستبس بتاعتنا؟ مثلا لو انت مطلوب منك تجيب اللارجست ايجن فاليو ماتريكس A، هتعمل ايه؟ هيديك الماتريكس A طبعا، وهيديك الاكس نود. اكس نود دوت هي انيشال فاليو او قيمه ابتدائيه لللارجست ايجن فاليو المطلوبه في المساله. اول حاجه ان انت هتاخد الاكس نود تضربها في الاي، هيطلع لك فيكتور. الفيكتور دوت منه هتحدد اكبر عنصر فين، او اكبر عنصر في الفيكتور دوت، اكبر عنصر من حيث الابسوليوت فاليو. يعني هنا اكبر عنصر في المساله دي هو ايه؟ السالب 63 لو انا هحكم عليه من خلال الابسوليوت فاليو. وبعدين هقسم العناصر اللي جوه الفيكتور دوت على الاكبر عنصر ده، بس لما اقسم عليه اقسم عليه باشارته. يبقى لما احكم عليه احكم عليه من غير اشاره، ولما اقسم عليه بقسم باشارته عادي. العنصر دوت هو ده ايه اللي انا قسمت عليه، هو دوت القيمة التقريبية الابتدائية لللاندا ماكسيمم المطلوبة، يبقى بنسميها لاندا ماكسيمم نوت. الفيكتور الناتج بعد ما قسمت على اللاندا ماكسيمم ديت هو ايه؟ اكس الجديدة بنسميها اكس 1، اللي هي قيمة تقريبية جديدة للايه؟ للفيكتور اكس، والايجن فيكتور اكس. الفيكتور ده باخده بضربه في الايه، لما اضربه في الايه بيطلع لي فيكتور جديد. الفيكتور الجديد دوت برضو بحدد الفاليو الاكبر من حيث او العنصر الاكبر من حيث الابسولوت فاليو. هلاقي ان النيجاتيف 2.04 ديت الاكبر من حيث الابسولوت فاليو، هاخدها اقسم عليها العناصر اللي جوه الفيكتور، يبقى الفاليو ديت اللي هي اكبر عنصر جوه هو دوت الايه؟ لاندا ماكسيمم 1، اللي هي قيمه تقريبيه جديده لللاندا ماكسيمم. الفيكتور النت، الفيكتور الناتج بعد ما قسمت على اللاندا ماكسيمم 1 هو ده ايه؟ اكس 2، او قيمه تقريبيه جديده للايه؟ للفيكتور اكس. باخده برضو اضربه في الايه، يطلع لي فيكتور جديد. وهكذا بنعمل نفس الستبس ديت لحد ما يحدد لك حاجه معينه. هنا في المساله حدد 5 ايتريشنز، يبقى خلصت الخمسه ايتريشنز، يبقى اخر هنا هوت ايه؟ عنصر قسمت عليه الفيكتور هو دوت الايه؟ اللاندا ماكسيمم المطلوبه في المساله. ممكن يطلب منك بدل ما يطلب منك عدد ايتريشنز معين، لا يطلب منك تحقق اكيوراسي معينه، يقول لك ان هوت ايه؟ هات اللاندا ماكسيمم اكيوريت تو ديسيمال بليسز. يبقى هتقعد تعمل ايتريشنز لحد ايه؟ ما تلاقي ان اللاندا بدات ان هوت ايه؟ تثبت. ساعتها هتجرب قانون الاكيوراسي بتاعتك، تشوف ان هوت ان اللاندا اللي معايا دلوقتي ناقص اللاندا اللي قبلها، الفرق ما بينهم كابسولوت فاليو، هل هو اصغر من نص في 10 باور نيجاتيف 2 مثلا اللي هو طالب منك 2 ديسيمال بليسز؟ لو كده يبقى خلاص، يبقى اللاندا اللي معايا هي ديت الفاليو اللي هو عايزها. لو مش كده هعمل اتريشن كمان واجي اتشيك تاني على الايه؟ على الكونديشن بتاعي. دي كده اللي فاتت، دي هي طريقه ان هوت ايه؟ ان انت تجيب اللارجست ايجن فاليو بتاع ماتريكس. طب لو طلب منك السمولست ايجن فاليو، لو طلب منك السمولست هتبقى نفس الخطوات بالظبط، بس هتفرق هنا ايه؟ حاجتين في البدايه حاجتين حاجه في البدايه وحاجه في النهايه. في البدايه ان انت هتجيب الاي انفرس، وهي دي اللي هتشتغل بيها، ماشي؟ يعني هجيب الاي انفرس هشتغل بيها، يعني هجيب اللاندا ماكسيمم بتاع الاي انفرس. وبعد ما اخلص بقى الايتريشنز اللي طالبها مني او الاكيورسي اللي طالبها مني، هعمل ايه؟ هقول له يبقى اللاندا ماكسيمم بتاع الاي انفرس هي دي، يبقى اللاندا مينيمم بتاع الاي اللي انت طالبها هي 1 على اللاندا ماكسيمم بتاع الاي انفرس.
بس. طب الاي انفرس بجيبها ازاي؟ لو هي ماتريكس 2 في 2 طبعا هتبقى سهلة، ان انا هنا هوت ايه هقسم على الديترمنت وابدل عناصر الدياجونال، والعناصر اللي مش على الدياجونال بعكس اشارتها. طب لو هي 3 في 3 بنعملها بالكالكليتر بس. يبقى مثلا المسألة دي مديني الاي ومديني الاكس نوت اللي هي قيمة تقريبية ابتدائية للايجن فيكتور اللي هو ايه الكورسبوندنج للسمولست ايجن فاليو المطلوبة، طالب منك تجيب الحل اكيوريت تو ديسيمال بليسز. يبقى اول حاجة هنا هو تقلل السمولست، يبقى هعمل ايه؟ هجيب الاي انفرس، حسبت الاي انفرس، هضرب فيها الاكس نوت اللي مديها لي، هحدد اكبر عنصر برضو من حيث الابسولوت فاليو، يبقى هاخد النيجاتيف 20 هقسم عليها العناصر اللي جوه الفيكتور. النيجاتيف 20 ديت هي ديت الايه اللاندا ماكسيمم نود بس بتاع مين؟ الاي انفرس، يعني شغال بالاي انفرس. الفيكتور الناتج بعد ما قسمت العناصر بتاعته على نيجاتيف 20 دوت الاكس 1 الجديده، الاكس الجديده هاخدها الاكس الجديده اضربها في الاي انفرس تجيب لي فيكتور. الفيكتور ده هحدد اكبر عنصر فيه من حيث الابسولوت فاليو، اخده باشارته اقسم عليه العناصر اللي جوه. الفيكتور الناتج برضو هنا هوت هيبقى دوت الايه الاكس الجديده تبقى اكس 2، والعنصر اللي قسمت عليه هو ده اللاندا الجديده اللي هي لاندا ماكسيمم 1 بتاع الاي انفرس. هعمل نفس الخطوات لحد ما الاقي هنا هوت ايه ان اللاندا بدات تثبت، او الرقم اللي انا باخده واقسم عليه الفيكتور بدا يثبت. هبتدي هنا هوت اشوف الكونديشن بتاع الاكيورسي ماشي، مثلا هنا هوت بين الايتريشن 7 و6 هشوف ان هوت هل اقف بعد الايتريشن 7 ولا لا. بعد ما حسبت الايتريشن 7 هاخد نوت اللاندا بتاع الايتريشن 7 واللاندا بتاع الايتريشن ايه رقم 6، هجيب الفرق ما بينهم بابسولوت فاليو اشوف هل هو اصغر من نص في 10 باور نيجاتيف 2 ولا لا. هلاقيه مش اصغر، يبقى هعمل ايتريشن كمان. عملت الايتريشن الثامنه لقيت هنا هوت ايه اللاندا بتاع الايتريشن الثامنه واللاندا بتاع الايتريشن 7 لو طرحتهم من بعض بالابسولوت فاليو اشوف ان هوت ايه هل هو اصغر من نص في 10 باور نيجاتيف 2، هلاقيه متحقق. يبقى كده خلاص اللاندا بتاع الايتريشن الثامنه هي ديت ايه اللاندا المطلوبه في المساله ماشي. بس دي اللاندا ايه الماكسيمم بتاع الاي انفرس، يبقى اقول اللاندا الماكسيمم بتاع الاي انفرس هي ايه اللاندا بتاع الايتريشن الثامنه. اللاندا بقى المطلوبه في المساله هي مين؟ لاندا مينيمم بتاع الايه اللي هي 1 على اللاندا ماكسيمم بتاع الاي انفرس. يبقى هقول 1 على الفاليو اللي انا حسبتها. يبقى كده ايه خلصت الحل بتاع accurate to the decimal places. بس كل المسائل اي مساله هتجي لك هتبقى نفس ايه الفكره دي، يا اما يقول لك largest eigen value بتاع الايه، يا اما يطلب منك smallest eigen value بتاع الايه، وتبقى نفس الخطوات ثابته في اي مساله. ولما يطلب منك condition اللي هتقف عنده، يا هيطلب منك iterations معينه، يا يطلب منك ايه انك تحقق accuracy معينه. بس شكرا.